يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وجوله جديده. احنا النهارده بنصور عند نيو كلاسيك، عنده حاجات بقى حلوه جدا. هنشوف النهارده اسعار كل حاجه، استندات ودلايات، ومعانا صواني ومعانا مباخر ومعانا كمان علب مناديل باشكال جديده وشغل جديد وحصري لسه نازل عند نيو كلاسيك. بصوا كده حبايبي، هو في درب البرابره بجوار كوبري المشاة. كوبري المشاة اهو، هتمشي خطوتين اتنين هتلاقي محل نيو كلاسيك، طبعا معروف. لو سالتي اي حد هيقول لك، هسيب لك لينك التليجرام فاول تعليق مثبت، وفي توصيل لكل المحافظات سواء بره مصر او جوه مصر، وهسيب لك كمان لينك التليجرام عليه كل الشغل بتاعهم بالاسعار. بص حبايبي، معانا بقى هنا فرج. كل سنه وانت طيب يا فرج، نصور معاه كل سنه. النهارده بقى عايزين عروض حلوه كده للقناه واسعار حلوه، يعني اللي يجي لك يقول لك تبع تمر حنه هتعمل معاه واجب؟ ان شاء الله واجب، واسعار خاصه كمان ان شاء الله كمان للجمله. اسعار خاصه للجمله، ولما تيجوا حبايبي قولوا لفرج احنا تبع تمر حنه، هو اللي بيقف هنا على طول. بص حبايبي، هنبتدي باول حاجه هنا معانا كلمه رمضان كريم الحلوه دي، حلوه جدا بتتعلق في اي مكان، ممكن تلزقيها كمان بدبل فيس. دي كده سعرها 10 جنيه، سعرها حلو قوي ب 10 جنيه، تحفه والوانها جميله جدا. حبايبي معانا الطقم ده مغناطيس للتلاجة، تحفة جدا اهو، مش هتصدقوا سعره، سعره 10 جنيه بس. بصوا شكله عامل ازاي، تحفة، وهو كله خشب اهو، وكمان حجم المغناطيس بتاعه كبير عشان يثبت معاكي على التلاجة. ده كده الطقم كله ب10 جنيه، ب10 جنيه حبايبي، جميل. بصوا حبايبي ده كده معانا ستاند شكله جديد وجميل وحجمه كبير على فكرة، هو عبارة عن 3 قطع كده، ده كده عامل 15 جنيه. وفي منه ده برضو شكل بوجي وطمطم، في بقى منه اشكال كتيره جدا. بصوا في منه كمان دلايه، دي برضو عامله 15 جنيه اهي، اشكالها حلوه قوي، يعني في منها دلايه وفي منها ستاند عامله 15 جنيه اهي. ده كده برضو نفس الشكل بتاع الستاند اهو، اشكال بقى، في اشكال كتيره جدا، اي واحده كده عامله 15 جنيه بكل اشكالها سواء دلايه او ستاند. العلقة الحلوة دي اللي هي عليها تمر دي عاملة 25، لا دي هتبقى 20 جنيه بس، 20 جنيه دي كده عاملة 20 جنيه حبايبي ليكوا. تعالوا قولوا له طبعا تمر حنة هيدالكوا ب 20. في منها شكل الابريق اهو، حلوة قوي اهو، جميلة. في معانا العلقة الحلوة دي، بصوا هي قطعتين كده اهي، واحدة دي بتبقى نازلة تحتيها، دي كده عاملة 25 جنيه على فكرة، حجمها كبير حلوة قوي. وفي منها ستاند ب 20 جنيه، هوريكوا الستاند برضو. دي كده اشكال العلقه عامله 25 جنيه اهي، دي اللي هي العلقه الثلاثه، الثلاث ادوار اهي، دي كده علقه ثلاث ادوار جميله قوي. عامله كام بقى دي؟ دي 30 جنيه، تبقى لطقم طم طمر حنه ب 25 جنيه، ب 25 جنيه حبايبي ليكوا. بصوا اشكالها جميله بقى، دي اشكالها كده، في منها بوجي وطمطم اشكالها كتير، في بكر وحسونه اه، دي اشكالها الحلوه اهي. دي كده دي علقه كبيره برده جميله اهي، زي دي، زي دي كده اه، حلوه قوي. نازل منها فانوس، ورينا الفانوس كده من ورا اه، هو اه الفانوس اهو، حلوه قوي. دي 15، دي عامله كام بقى يا فرج؟ دي 35، هتبقى 32.5. 32.5 للقناه يا حبايبي بدل 35. اسعار خاصه للجمله، اسعار خاصه للجمله، يعني الاسعار دي للجمله بتبدا من 6 قطع، الجمله عنده من 6 قطع تمام. دي ايه بقى؟ ده استند، ده استند شكله جديد زي ده كده، حلو قوي. ده عامل كام ده؟ هنقول 17.5، 17.5 ليكوا حبايبي، ده استند كده ب 17.5 حجمه كبير، وده برده استند، وده برده استند ب 15 اه زي ده كده اه، حلو قوي كل اشكاله بقى. ورينا المبخره دي كده برده حلوه وجديده. بص ده كده عامل 15 جنيه، في منه علقه وفي منه استند. ده بقى بيركب كده، دي كده مبخره حلوه قوي اهي اه، عامله كام دي؟ دي هتبقى عامله 25 جنيه، 25 جنيه. بصوا حجمها قد ايه؟ تحفه جدا، عامله 25 جنيه. بصوا كده ده عباره اه، دي علقه برده جميله قوي، عامله 20 جنيه، عامله 20 جنيه جميله. وفي النجمه دي كده، وفي الستاند ده عامل كام؟ ده 15 جنيه. بصوا كده الستاند الجامع ده 15 جنيه، والكبير يا فرج ده ب 20، ده ب 20 جنيه برده شكل جديد وستاند، في منه علقه هتبقى ب 25، في منه علقه ب 25. في النجمه دي كده هي برده اهي متعلقه، ده زي النجمه دي كده اه، رمضان يجمعنا. دي ان شاء الله 25 جنيه، 25 جنيه ورينا من ورا. بصوا نازل منها فانوس برده، حلوه قوي. بصوا كده حبايبي، ده كده دلايه حجمها كبير اهي، نازل منها اه، حلوه قوي،
نزل منها كلمة رمضان كريم جميلة. عاملة كام دي؟ بكل أشكالها دي 25 جنيه بس. ب 25 جنيه حجمها كبير والخشب بتاعها حلو قوي. ودي الدلية دي عاملة كام؟ دي بره في السوق بتتباع ب 30. دي ب 30 هتدعنا انت ب 25 ان شاء الله. ودي عامله كام؟ دي عامله 15 جنيه. دي عامله 15 جنيه بكل اشكالها. بكل اشكالها موجوده، في منها اشكال حلوه قوي. بس الشكل ده جميل جديد اهو، دي كده عامله 15 جنيه اهي، جميله قوي كده. حبايبي معانا الشكل التحفه ده برضو، وحجمها كبير جدا. نازل منه الكلمه دي، نازل منه رمضان كريم، جميله. دي كده عامله 25، في منها الشكل الحلو ده، جميل قوي. دي حجمها كبير جدا يا حبايبي اهي، دي 25 حلوه. في منها برضو الشكل ده، في منها بقى كل اشكالها، وفي فنانيس وفي كل حاجه، جميله قوي. كده معانا برضو الدلايه اللي هي ثلاث قطع دي اهي، عامله كام بقى دي؟ دي عامله 30 جنيه. دي كده عامله 30 جنيه، بصوا حجمها قد ايه، طويله وجميله. والطاره دي زيها ب 30، وفي كمان دي ب 30، وريهالي كده، بصوا كده دي بينزل منها الريش، عامله 30 جنيه اهي، وحجمها كبير برضو. في منها دي، في منها دي ب 30 برضو، دي هتبقى عامله 25. دي عامله 25. كل الصور دي موجوده بالاسعار على التليجرام، كل الصور موجوده بالاسعار على التليجرام، تمام. دي شكلها اهي، وطبعا ليكوا اسعار خاصه للجمله، ليكوا اسعار خاصه. دي كده عامله 30، جميله قوي، شكلها تحفه، حلوه قوي. بصوا حبايبي ده كده عباره عن برواز اهو، حجمه كبير جدا، بصوا حجمه قد ايه، ونازل منه دول كده الدلايات دي، ده كده عامل 40 جنيه برواز، ونازل منه برده دلايات، وفي منه برده الشكل ده نازل منه دلايات، اي واحد نازل منه دلايات، في برده منه الشكل ده اهو، اي واحد كده عامل 40 جنيه، حجمه كبير جدا. بصوا طبعا كل ما تيجوا هتلاقوا اشكال كتيره قوي، عشان المكان زحمه، ده كده عامل 40 جنيه. كده معانا علقه المفاتيح عامله كام؟ 25، وفي منها الاصغر منها زي كده 25، ليها 4 هوك اهي، ودي كده عامله 15، جميله قوي، عامله 15 جنيه. في بقى منها اشكال حلوه اهي، 15 يا حاج، شوف في منها اشكال جميله قوي، اي واحده عامله 15 جنيه اهي، شوف كده شكلها تحفه، 15 جنيه ولها 4 هوك، وهي كلها خشب. دي عامله كام بقى؟ دي عامله 35 جنيه، بينزل منها دول، بينزل منها فانوس، فانوسين كده جدا، ومعاها السلسله، جميله قوي اهي، دي خشب، بخمسه وكام؟ 35. ب 35. ومعانا علب مناديل اهي حلوه، دي خشب على شكل خياميه، جميله. عامله كام دي؟ ليها باب، ليها باب، بصوا كده دي جديده، ليها باب اهي، بس عشان مغلفه، بصوا اشكالها حلوه قوي، 20 جنيه، بصوا كده دي ب 20، ودي عامله كام؟ هي ب 20 جنيه برضو، اي واحده من هنا سعرها حلو قوي، جميل. دي علقه، ودي علقه على شكل جامع، وكلمه رمضان كريم، قطعتين، اتنين، عامله كام؟ دي هتبقى عامله ان شاء الله 30 جنيه، 30 جنيه، حلوه قوي. في منها رق واحد هتبقى ب 25، في منها رق واحد ب 25، ورينا المبخره دي كده يا فرج، بصوا كده المبخرة الحلوة دي برضو شكلها حلو قوي، خشب بتاعها تحفة، جميل. عاملة كام؟ دي بكام بقى؟ دي 35 جنيه، 35 جنيه، بصوا حبايبي حجمها قد ايه؟ خشب بتاعها حلو قوي، الخشب بتاعها اللي هو بيلمع، مش المطفي، بصوا كده، لا شكلها شيك جدا على شكل كعبة، 35 جنيه. خامة تقيلة جدا، دي تقيلة قوي، ليها حلوة قوي، ليها درجين، وليها درجين، دي كده، دي بقى بكام؟ دي هتبقى ان شاء الله ب 45 جنيه، وبرده اسعار خاصه، ب 45 جنيه، والجمله ليكوا اسعار خاصه، على فكره حجمها تقيل قوي، تقيله ما شاء الله، حلوه قوي. دي برده تقيله اهي، في برده دي مبخره شكلها حلو قوي، عامله كام دي؟ دي عامله 25، 25، بصوا كده دي كده عامله 25 جنيه اهي، دي كده سعرها حلو قوي، بالشكل ده شكل الميزان، فانوس، دي هتبقى عامله 20 جنيه بس، 20 جنيه، حلوه قوي بصراحه، يعني عندك اقل مبخره هنا من اول 20، بس بصوا الاحجام قد ايه، الاحجام كبيره مش صغيره، جميله قوي كده حبايبي. عنده مجموعه حلوه قوي من علب المناديل، وكمان عنده حاجات حلوه للتوابل هنشوفها دلوقتي، بصوا كده، الله شكلها جميله قوي، دي نازله جديده كده السنه دي، حلوه قوي على شكل اتوبيس، دي علبه مناديل اهي، بتتسحب كده وتحطي جواها المناديل، تبقى حلوه بقى على السفره في رمضان،
جميله. في ناس بتتكلم ب 50 وب 55 حاجات دي ان شاء الله التطم طمر حنه هتبقى ب 40 جنيه بس. ب 40 جنيه ليكوا حبايبي، بصوا شكلها برضو اسعار خاصه للجمله، وفي اسعار خاصه للجمله، اي حاجه ليكوا اسعار خاصه للجمله. تمام، دي كده برضو مناديل حلوه قوي دي برضو، بس والخشب بتاعها محمل جميله. عامله كام دي؟ دي برضو تمر حنه دي 30 جنيه. 30 جنيه حبايبي دي جميله. دي كده عربيه فول، دي بقى شكل عربيه فول بالظبط. دي علبه مناديل، بس بصوا فيها بقى الحله وفيها الاطباق وفيها كل مكونات علبه الفول اهي. جميله، عامله كام دي؟ هتبقى ليك انت، هتبقى عامله 45. 45 وهي اصلا علبه مناديل يا حبايبي. جميله جدا بصراحه. في بقى التوابل، في التوابل دي كمان، بس دي أربعة خانة مش ثلاثة. أربعة يعني في منها الثلاثة. اللي في السوق كله عن ثلاثة. لا دي الأربعة، بصوا فيها كمان ستاند أهو، دي كده عاملة 45 جنيه. حلوة أوي دي كده، اللي هم أربعة مش ثلاثة. أربعة مش ثلاثة، تمام. كده علبة المناديل دي تحفة جدا اهي، حلوة قوي. عاملة كام دي يا فرج؟ عاملة كام؟ دي هتبقى عاملة شكلها من ورا 30 جنيه. جميلة على الوشين كده ب 30، دي كل اشكالها. حبايبي الاستاند ده شكله تحفة بينور، عامل كام؟ ده عامل 30 جنيه بكل اشكاله، 30 جنيه بكل الوانه، في منه الوان كتير. والخشب والكل، ورينا كده اللون الفوشيا ده، في منه بقى عنده الوان كتير. بصوا الالوان، اي واحد عامل 30 جنيه. في منه كمان اللون البينك والبيج، الوان كتيره. تمام، بصوا كده بقى الطقم ده شكله جديد السنه دي، جميل قوي. هلال ونجمه، لا والشكل الجديد يا حبايبي، بصوا تحفه. بكام ده؟ ده سعره 45 جنيه بس. 45 جنيه، على فكره حجمه كبير مش صغير يعني، والشكل كمان جديد السنه دي، حلو قوي. هلال ونجمه وفانوس، الاشكال دي على التليجرام يا فرج، الاشكال دي هتلاقوها على التليجرام. بصوا حبايبي ده كده طقم برضو المكسرات، حلو قوي. دول الثلاثه كده مع بعض جمال، عاملين كام؟ دي هتبقى 50 جنيه بس، يعني ينفع كده على الوشين. حلو قوي ده كده ب 50 جنيه الطقم، ثلاث قطع برضو، حاجات جديده ولسه نازله. في برضو معانا الصينيه دي بتاعت التسالي بعلبه المناديل، في بقى بيجي منها الوان صح؟ بيجي منها الوان جميله قوي اهي. عامله كام دي؟ دي هتبقى عامله ان شاء الله 65. 65 جنيه، بصوا اللون الروز ده حلو قوي منها، شكلها تحفه وحجمها كبير، جميله وسعرها حلو. 65 جنيه وفي منها الوان. انا حامل المجات الحلو ده، عامل كام؟ ده هيبقى عامل ان شاء الله 55 جنيه. بصوا كده اربع خانات اهو، 55 جنيه. على فكره الخشب بتاعه مجوز، حلو قوي. وفي السته كده ان شاء الله 70. جميل قوي ده ب 70، 70 جنيه، وده ب 55. الاسعار زي السنه اللي فاتت، الاسعار على فكره حبايبي زي السنه اللي فاتت عند نيو كلاس. بصوا كده حبايبي ده طقم تسالي لسه نازل جديد، بصوا ده شكله اهو، عباره عن هلال كده من جوه مفتوح، جميل قوي. حلو قوي. وعلى النجمه، والنجمه بالغطا برضو، بصوا الشغل اللي على النجمه تحفه. ده عامل كام بقى يا فرج؟ عامل الطقم عامل 120. الاثنين مع بعض، بصوا كده الاثنين مع بعض عاملين 120 جنيه، جميل اهو. بصوا كده ده برضو باب كده عامل 120 جنيه، حلو قوي. ده حبايبي في برضو الفوانيس الجديده دي، ده مجسم. لا والاغاني بتاعتها مختلفه، اغانيها حلوه، بس هي مش باينه عشان الدوشه. بكام دي؟ ده 80 جنيه. 80 جنيه، حلوه قوي. ده على الوشين، ورينا كده بسان كبير بقى اهو. ده كبير، ده مربوحه اللي مجننه الناس. مربوحه. عامل كام؟ 80 برضه. اي واحد عامل، وفي بسند وفي بوجي، ورينا بوجي وبسند كده. في بوجي شكله حلو اهو، بصوا على فكره هو على الوشين مش وش واحد اهو، شكله حلو جدا. ودي بارزه، ودي بارزه، دي مجسمه وبارزه، كله خشب. في بسند، في منه كل الاشخاص. 80 جنيه. الله شكله حلو ده، بينور بينور. ده ان شاء الله 10 جنيه. عامل كام ده؟ دي ب 30 جنيه. ده ازاز، ده ازاز كده كله بينور بينور، ده ان شاء الله هيبقى 20 جنيه. 20 جنيه؟ بصوا حبايبي دي كده ازاز وجواها نور اهي، ده كده عامل 20 جنيه، سعره حلو قوي. بصوا حبايبي ده كده الشغل ده كده مستورد اهو، الدك مصري والتطريز اللي فيه مستورد، الرسمه نفسها جميله قوي، الجلد اللي فيها. بصوا بقى في منها الوان حلوه ازاي، وهي كده اهي وهي محشيه. اي واحده عامله 35؟ اي واحده 35 جنيه. بقى حبايبي هنشوف الحاجه هنا وهي معروضه كده، شكلها تحفه جدا اهي، دي اشكالها كده وهي معروضه،
ده كده اللي هو ب 15 جنيه كل ده كده اهو. دي كده الاشكال اللي هي ام 15 واللي في الظهر ورا ده 20. بص حجمه قد ايه. دي كده استندات جميله قوي كده 15 ده حجمه قد ايه ب 20 جنيه حلو قوي. وعربيه الفول اهي جميله يعني شفناها بره اه. في بقى ده كده استند اهو ب 10 جنيه ورينا كده الاستند ب 10 ده. دي كده استندات ب 10 وريني الجامع ده كده شكله حلو قوي الجولد ده. بصوا كده تحفه ده كده عامل 10 جنيه بس. كل اشكاله دي موجوده فيما منها اشخاص رمضانيه اه. وفي ده كده ب 10 وده ب 10 ب 10 15 15 20 اللي ورا ده كله 17 ونص 17 ونص اسعار حلوه قوي. بصوا كده حبايبي ده كده ب 10 جنيه الصغير واللي هو ده ب 15 بكار واللي وراه ب 17 ونص كل الاحجام الكبيره واللي هو الجولد ده ب 20 اللي ورا ده 15 برضه. طب ما تورينا عشان الناس تعرف تحدد. 15 ده كده بصوا كده ده ب 15 ودول واللي ورا دول ب 15 وده 17 ونص وده 17 ونص اللي هي الاشخاص دي. هو في صغير في وسط في اكبر يعني من 10 15 15 20 أوه. برضو اسعار خاصه للجمله اسعار خاصه برضو للجمله يا حبايبي. يبقى الف حلوين قوي شكلهم تحفه. في بقى الفوانيس اهي بره 55 و60 والحاجات دي احنا ان شاء الله ده ب 45 جنيه ده ب 45 كده اي فانوس ايكيا ونازل منه اللي هو الشكل اللي هو المصدف ده والمط اه واللي ليه لمعه حلوه قوي. الشكل المصدف ده جديد جميل قوي ده اه. طبعا لما بتحطي فيه شمعه بقى بيبقى شكله حلو قوي شكله احسن من كده بكتير اه. ده كده ب 45 ان شاء الله بكل الوانه. بصوا القماش ده كله الوانه حلوه قوي. ده كده المتر ب 20 جنيه خامه مخلوطه اه. في ده كده بلستر اهو 15 جنيه ده في اللي هو داخله بلستر اه. ده كده ب 15 اي شكل بقى. ده كده المتر ب 15. امال ده ايه؟ ده ايه؟ لا ده فينيل للارضيه للارضيه أوه. يعني لو حد عايز يحطه للارضيه أوه. بدل السيراميك بكام ده؟ ده 175 متر في 2 متر في 2 ب 175. ده لو عايزه تغيري الارضيه وتحطيه على الارضيه. طب والعرايس بتاع بوجي وطمطم دي عامله كام؟ دي بقى مجسمه اه. بتاعت الرجلين مجسمه كل ده كده كل دي بارزه بكام دي؟ دي هتبقى عامله 60 جنيه 60 جنيه حلوه قوي. دي قطيفه بس دي بارزه اهي اكنها عروسه كده جوه مخده. في منها بوجي برده اهي حلوه قوي. كده في برده شكل القماش ده ب 20 جنيه مخلوط. كده معانا فروع الزينه دي شكلها جديده وحلوه قوي 5 متر ب 10 جنيه. في منها بقى الاشكال دي 10 جنيه برده بس برده ب 10 بس دي كبيره دي 3 متر عشان الورقه بتاعتها كبيره اه. في منها بقى اشكال حلوه كده اشكالها جميله قوي تحفه اه جميله. ودي اللي هي الصور ودي الصور عامله كام؟ دي 5 متر برده ب 10 جنيه 5 متر ب 10 جنيه. الكبيره دي بس هي 3 متر ونص ب 10. في طبعا بقى تشكيله كبيره عنده من الزينه اهي. انا عرايس بوجي وطمطم اهي اللي كنت بتسالوني عليها كل مقاساتها. في معانا المقاس الصغير ده عامل كام؟ ده 80 جنيه بتغني وتنور بتغني وتنور ب 80 جنيه وبوجي زيها بوجي ده ان شاء الله هيبقى عامل 75 بس ما بيغنيش ما بيغنيش ب 75. في ده كده 135 برضه دي كلية كبيره ب 135 ان شاء الله ب 135 بتغني وتنور بس حجمها كبير كده. الكارت يا حبايبي اهو اعملوا سكرين عليه لينك التليجرام وارقام التليفون وكل حاجه والفيسبوك والفيسبوك. وانا في شحن داخل وخارج من مصر في شحن داخل وخارج مصر داخل وخارج القاهره وداخل وخارج القاهره ان شاء الله تمام. اللي يجي بقى يقول له تبع تمر حنه ان شاء الله فرج هو موجود هنا هيعمل لكم واجب وهيديكم اللي انتوا عايزينه. طبعا اسعار الجمله ليكم اسعار خاصه بس عرفوه ان انتوا بتاخدوا جمله تمام يا فرج. كل سنه وانت طيب. يا رب يا حبايبي يكون النهارده الفيديو عجبكم وتكونوا اتبسطتوا منه بجد. نيو كلاسيك عنده شويه حاجات حلوه قوي كده زي ما احنا شايفين عنده حاجات تحفه بصراحه في المكان.